من معانا يا شباب؟ من هو؟ رباب، سلام عليكم يا رباب. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام. الحمد لله تمام. أتمنى أنه معك ثلاث دقائق أخت رباب، أتمنى أن الشباب يفهمون منك. قبل شوي كنا نتمنى أن الشيف يفهم الشباب، الآن أتمنى أنهم يفهمون منك. ثلاث دقائق بإذن الله. ثلاث دقائق معك الفريق، تفضلي. طبعا المكونات موجودة عندكم. الطريقة: قطعوا بصل وثوم وكيبوا مقلاة، حطوا فيه وأحمسوه لين يحمل لونه زين. بعدها ضيفوا عليه الدجاج، يكون مقطع ومغسول قطع مربعات يعني، وتضيفون الكمون والفلفل الحار والبابريكا. ايش بعد الدجاج يا اختي؟ ايش بعد الدجاج؟ صدور الدجاج تقطعونها تفصلونها زين، تضيفونها على البصل بعد ما يتحمر. طيب تضيفون عليه البابريكا والفلفل الحار والكمون والملح. ايوه. وملعقه معجون طماطم صغيره. طيب بعدها تخلونه شوي على نار هاديه، بعدين تضيفون عليه الذره والفلفل الرومي الملون، يكون قطع قطع صغيره. طيب بعدها تخلونه شوي على نار هاديه، ثم اخر خطوه تكون ملعقتين جبنه سائله. طيب تحركونه شوي وتطفون عليه النار. حلوين. المده هذه بعدها هذه مده كم كلها؟ هذه كلها المده كم يعني؟ ما بين كل خطوه خطوه خمس دقائق كذا. طيب بعدها اخر شيء لما تضيفون على الجبنه السائله ملعقتين، تخلونه كذا يتسبك مع بعض دقيقتين وتطفون عليه النار. طيب بعدها تجيبون خبزه التورتيلا تحطونها بصاج يكون فيه زيت، وتحطون الحشوه تحطون فوقها جبنه شرايح وموزاريلا. بعدها تلفون التورتيلا وتقلبونها على الصاج يكون فيه زيت لين يتحمر التورتيلا وتذوب الجبنة وبس. هذه بعدين تقطعونها قطعتين وتقدمونها وبالعافية عليكم. طيب يعطيك الله يعطيك العافية. على فكرة يا رباب، أنتم الشباب معكم دقيقة إذا حابين تسألون يا شباب الأخت الشيف. طيب إذا خلصنا إذا خلصنا بس عشان نتأكد من الأخيرة، نحط الخبز وداخل حشوة الجبن على الموزاريلا. تحطون الحشوة أيوة وتقفلونها بلفة كذا. طيب نص لفة يعني وتحمرون على الصاج وتقلبونه تمام لين يتحمر وتذوب الجبنة، وتقطعونه قطعتين وتقدمونه. طيب عليكم. طيب الله يعافيك. الله يعافيك. شكرا لك يا شباب. شكرا لك اخت رباب، يعطيك العافيه. شكرا اخت رباب، شكرا للشيف سفانة. شباب جاهزين؟ ان شاء الله ننطلق. ننطلق بسم الله. انطلقت الرحله وحنا راحلين، انطلقت الرحله وحنا راحلين.